أصبح معنا جاهزاً عبد القادر خربوش من الجزائر، ونريد أن نعرف منك آخر تفاصيل العائدين الجزائريين إلى العاصمة. هل سمح لهم بالخروج من الفندق من حيث أنتم عبد القادر؟ أهلا نادين، لكن ليس قبل الاحتفال معهم بالخروج سالمين من هذا الفندق. في هذه الأثناء أقيم حفل رسمي على شرف العائدين 36 من مدينة ووهان الصينية، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وطاقم الطائرة أيضا الذي قام بإجلائهم من هناك. هذه الطفلة كانت أيضا في مدينة ووهان، نشاهدها الآن على المباشر، كانت رفقة والدتها وتم إجلاؤها. وأيضا يحضر معي سيدة وزوجها السيدة صفية بشارف، رفقة زوجها أيضا كانوا في مدينة ووهان إلى أن تم إجلاؤهم في 3 فبراير الماضي، وبقوا داخل هذا الفندق لمدة 14 يوما وهم مشرفون الآن على الخروج. كيف يمكن أن تصف ربما هذه الرحلة من ووهان؟ طبعا بقيتم هناك تحت الحجر الصحي إلى أن تم إجلاؤكم، وبقيتم هنا أيضا تحت الحجر الصحي، كيف يمكن أن تلخصي لنا هذه التجربة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كانت تزامن هذا الحدث أو هذا الداء في مدينة ووهان مع حلول عطلة الشتاء في ووهان. فجأة استشعرنا بوجود خطر، حيث أعلنت السلطة الصينية عن وجود فيروس كورونا هذا، وما زاد خوفنا أكثر هو عند إعلان السلطة الصينية رسميا تطويق وإغلاق مدينة ووهان، يعني لا خروج ولا دخول أي شخص إلا بإذن من السلطات الصينية. ثم مع الأيام بدأ فوات يومين أو أكثر بدأت ارتفاع عدد الضحايا. كنا نسمع كذلك بوجود بانتشار سريع لهذا الفيروس. هذا ما جعلنا نستنجد برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واستغاثة منا إليه بإجلائنا إلى الجزائر الحبيبة وتحقق ذلك في أسرع مدة، يعني حتى احنا ما تصورناهاش، وله منا كل التقدير والامتنان على ما قدمه لنا، له جزيل الشكر. والحمد لله، يعني أجلينا بطائرة خاصة بطاقم طبي ممتاز، أكثر من ممتاز. وانا عند وصولنا هنا الى الجزائر لمطار هوارب ومدين استقبلنا من كافة السلطات، يعطيهم الصحة. وثم يعني بقيتوا هنا تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، كيف جوزتوها أيضا داخل الفندق وأنتم غير بعيدون يعني عن أهاليكم، لكن لم تستطيعوا رؤيتهم أو الاطمئنان عليهم على الأقل؟ في الحقيقة كانت الإقامة رائعة، أكثر من رائعة طبعا، بمجهودات حتى وانتم يعني في العزل قدرنا نتكيفوا، قدرنا نتأقلموا معهم الحمد لله، فوتناها بالشي اللي كاين، ورانا فرحانين. بعد ساعة أو ساعة ونصف إن شاء الله سوف نغادر إلى مسقط رأسنا إن شاء الله. إن شاء الله. وأهم شيء أن نؤكد عليه هو أنه من بين العائدين من مدينة ووهان لم يتم تسجيل ولا حالة اشتباه بأعراض فيروس كورونا، وفق الطاقم الطبي الذي سهر على مرافقتهم هنا داخل هذا الفندق، وبقي هو أيضا الطاقم الطبي تحت الحجر الصحي إلى غاية التأكد من سلامتهم جميعا. يتم تسليمهم في هذه الأثناء شهادات طبية تؤكد سلامتهم من أعراض هذا الفيروس، ويسمح لهم بالخروج من هذا الفندق لمن يقطنون بالقرب من في ضواحي العاصمة، فيما سيتأجل رحيل البقية غدا. بالإضافة أيضا إلى الرعاية الأجانب، هناك 4 من موريتانيا و3 ليبيين كانوا رفقة الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان. نادين، إذن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه حتى، وبعد حوالي ساعة من الآن سيخرج البعض من العائدين من هذا الفندق. أنا أشكرك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات وهذه التفاصيل الحية من العائدين وبعد مكوثهم 14 يوما في الحجر الصحي. سأعود فيما يتعلق بمسألة الحجر الصحي.